بوسائل تنظيم الأسرة باعتبارها واحدة من أهم القضايا الصحية والتي تهدف إلى التقليل من وفيات الأمهات والحد من الولادات المتقاربة. الورشة هدفت أيضا إلى عرض موقف الشريعة الإسلامية من تنظيم الأسرة ومخاطر الحمل قبل سن 18 وأهمية الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال ووسائل تنظيم الأسرة. نركز على العديد من الشرائح في فئة المجتمع ومن بينهم المرشدات الدينيات اللي هم اللي بنركز عليهم في هذه الدورة لعمل لتصحيح المفاهيم أو المعتقدات اللي قد تكون خاطئة سواء للمجتمع أو عندهم. أتمنى نحن بعد ما نكمل هذه الدورة نقدر نوصل ما استفدنا منه إلى المجتمع من خلال يا إما إرشادي أو يعني مفهوم للنساء عن طريقة وسائل ضبط الأسرة أو تنظيم الأسرة، الرضاعة الطبيعية وغيرها من الأشياء التي بتفيدها في المجتمع، وكمان بطريقة بسيطة سهلة تكون قريبة لجميع فئات المجتمع العمرية.